قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما رأى بعض الهاشميين أبو الفضل العباس ابن علي بن أبي طالب أن آل أبي طالب فنوا ولم يبقى إلا هو وأشقاه وهم عبد الله وعثمان وجعفر. قال لهم تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نصرتم لله ولرسوله. قالوا وأول من دعاه من إخوته عبد الله وكان أكبر إخوانه. وقال له تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك عند الله. فتقدم ابن أمير المؤمنين إلى الميدان ملتحما مع الأعداء وهو يرتجز. شيخي علي ذو البخار الأطول من هاشم الخير الكريم المفضل هذا حسين بن النبي المرسلي عنه نحامي بن حسام المصقلي نفدي تفدي نفسي من أخي مبجلي. يا رب فامنحني ثواب المنزل. وقاتل صلوات الله عليه قتال الأبطال فجد عليه آل ابن ثبيت الحضرمي فقتله. ثم تقدم أخوه عثمان وهو ابن 21 سنة وقاتل الأعداء فرماه أحد عتاة أهل الكوفة بسهم فأضعفه عن القتال. وبهذه الحالة شد عليه رجل من بني دار فقتله وحز رأسه ليأخذ به الجائزة من ابن مرجانة. وبعده تقدم أخوه جعفر وكان له من العمر 19 سنة فحمل يقاتل جيش ابن سعد فشد عليه لحان ابن ليث فقتله. نعم قرابين الإله مجزرين على الفرات خير الهداية أن يكون الهدي من جمر الهدات. من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. ولم يستطع أبو الفضل العباس صلوات الله عليه صبرا على البقاء بعد أن فني صحبه وأهل بيته وهو يرى حجة الوقت مكثورا قد انقطع عنه المدد وملأ مسامعه عويد النساء وصراخ الأطفال من العطش. فطلب من أخيه الرخصة ولما كان العباس صلوات الله عليه ألبس الذخائر لعد السبط الشهيد صلوات الله عليه لأن الأعداء تحضر صولته وترهب إقدامه والحرم مطمئنة بوجوده. كلما تنظر اللواء مرفوعا فلم تسمح نفس أبي الضم بمفارقته فقال له يا أخي أنت صاحب لوائي. قال العباس قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن أخذ ذاري منهم. فأمره الحسين صلوات الله عليه بطلب الماء للأطفال. فذهب العباس عليه السلام إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الله فلم ينفع. فنادى بصوت عال يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا فاسقوهم من الماء قد أحرق الظماء قلوبهم. وهو مع ذلك يقول دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. فأثر كلامه في نفوس القوم حتى بكى بعضهم ولكن الشمر لعنة الله عليه صاح بأعلى صوته يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخله في بيعة يزيد. خرج
صلوات الله فرجع إلى أخيه صلوات الله عليه يخبره، فسمع الأطفال يتصارخون من العطش، فلم تتضامن نفسه على هذا الحال وثارت به الحمية. يوم أبو الفضل تدعو الظاميات به، والماء تحت شبل دية الخدمي، والخيل تصدق والزعف الدلاص على فرسانها قد غدت نارا على عدمي. وأقبل الليث لا يلوي خوف ردا، باد البشاشة كالمدعو للنعمي. يبدو فيغدو صميم الجمع منقسم النصفين ما بين مطروح ومنهزم. ثم انه صلوات الله عليه ركب جواده واخذ القربه، فاحاط به 4000 ورموا بالنبال، فلم تره كثرتهم، واخذ يطرد اولئك الجماهير وحده، ولواء الحمد يرف على راسهم، ولم يشعر القوم. أهوى العباس يجندل الأبطال أم أن الوصي يزهر في الميدان، فلم تثبت له الرجال، ولم يزل ولو نزل إلى الفرات مطمئنا غير مبال بذلك الجمع. ولما اقترف من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين ومتبعه، فقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين والد المنيوني، وتشربين بارد المعين، تالله فهذا فعال ديني. الماء بس أن يسب بردا، يا ترى الشب يروي عطش جبدا، تذكى يا قبل اخو يحسين، يا وظن طفله يا ويل من العطش مات، وظن موتي قرب والعمر قصر، شلون اشرب اخو يحسين عطشان، وسكنه والحرم مطفايان رضان، وظن قلب العليل التهريب، الماي بعد لا حلو مر. النهار يا ناس دلوني على العباس، وين النهار يا ناس دلوني على العباس، زينب تقول لو جاني الكفن يمن ما جاني.
ثم ملأ صلوات الله عليه القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم، فقطع عليه الطريق وجعل يضرب بالأعداء حتى أكثر القتل فيهم، وكشفهم عن الطريق وهو يقول: لا أرغب الموت إذا الموت زقا، حتى وأرى في المصاليك لقاء، نفسي لنفس المصطفى الثور وقاء، إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أخاف الشر يوم الملتقى. فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي، فضربه على يمينه فبرا، فقال عليه السلام: والله إن قطعتم يميني إني وحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، نجل النبي الطاهر الأمين. فلم يعبأ صلوات الله عليه بيمينه بعد أن كان أمه إيصال الماء إلى أطفال الحسين وعياله، ولكن حكيم بن الطفيل كمن له من وراء نخلة، فلما مر به ضربه على شماله فقطعها، وتكاثروا عليه وأتت السهام كالمطر، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم آخر أصاب إحدى عينيه فأطفأها وجمدت الدماء على عينه الأخرى، فلم يبصر بها، وضربه رجل بالعمود على رأسه فلقامته. وعباسا وخر إلى الأرض صريعا، والعلم إلى جنبه، وجعل يخور بدمه، وهوى بجنب العظمي فليته للشاربين به يداف العظم. فعند ذلك نادى: عليك مني السلام أبا عبد الله. فأتاه الحسين صلوات الله عليه فرآه مقطوع اليدين مرضوض الجبين، السهم نابت في العين، المخ سائل على الكتفين، العلم والقربة إلى جنبه. فبكى الحسين عليه السلام وبان الانكسار في وجهه، وقال: ألا انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. ثم انحنى عليه واعتنقه، وجعل يقبل موضع السيوف من وجهه ونحره وصدره. خويا حسين واخرج السهم من عيني، خويا حسين يصيح بصايات يا ضيدي وقعت وين بعد ما اشوف دربي اضوى العين، اي بعد ما اشوف دربي والسلام إلى خيمة ولده علي بن الحسين السجاد، فعاد إليه عاده ودفع إليه خاتمه ومواريث الأنبياء، وأوصاه بوصاياه، وكان فيما قال له: يا بني إياك
وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ثم خرج صلوات الله عليه فلم يرى أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجزلين كلا ضاحين، وهو ذاك يسمع عويل الأيد أياما وصراخ الأطفال. صاح بأعلى صوته: هل من داب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء، ونهض السجاد صلوات الله عليه حين سمع ذلك، يتوكأ على عصاه ويجر بسيفه لأنه مريض لا يستطيع الحركة. فصاح الحسين بأم كلثوم: احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. فأرجعته إلى فراشه، ثم إنه صلوات الله عليه أمر عياله بالسكوت وودعهم، وكانت عليه جبة خز دكنا وعمامة موردة أرخى لها ذهابتين، والتحف ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقلد بسيفه، وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه، فإنه مقتول مسلوب. واتوه بتبان فلم يرغب فيه لأنه من لباس الذلة، وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه، ودعا بسراوي إلى حبره فبزرها ولبسها لئلا يسلبها. وتقدم صلوات الله عليه نحو القوم مسلطا بسيفه يائسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراز، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا، ثم حمل على الميمنة وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله والله من هذا وهذا جاري. وحمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار: ابن يغوث، ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أرقق جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرى مقدما. ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إن أشد فيها ولم يثبت له أحد. فصاح عمر بن سعد لعنه الله: بالجمع، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احمدوا عليه من كل جانب. فاتت 4000 نبلة، وحال الرجال بينه وبين رحله. فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم تكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال: أنا الذي يقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان عيني وقد لاحت لوائحه. فقال الشمر: لك ذلك. وقصده القوم واشتد القتال، وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج، وكان في 4000، فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء،
فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين انا عدت عطشان وانا عطشان فلا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس راسه كانه فهم الكلام. ولما مد الحسين عليه السلام يده ليشرب الماء ناداه رجل اتهتز بالماء وقد وجدت حرمك. فرفع الماء ولم يشرب وقصد الخيمه. ثم انه صلوات الله عليه والداعي له ثانيا وامرهم بالصبر ولبس الازر وقال استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبه امركم الى خير ويعذب عدوكم بانواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. والتفت الحسين إلى ابنته سكينة فرآها منحازة عن النساء باكية نادبة فوقف عليها مصبرا مسليا ولسان حاله يقول هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوثر. فدع البكاء وللأسار تهيئي واستشعل الصبر الجميل وبادري. وإذا رأيتيني على وجه الثرى دام الوريد مبضعا فتصبري. قال عمر بن سعد ويحكم اجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه. والله ان فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين اطناف المخيم وشك سهم بعض اسر النساء. فدهشن وارعبن وسحن ودخلن الخيمة ينظرن الى الحسين عليه السلام كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغصن غضبان فلا يلحق احدا الا بعده بسيفه. فقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع الى مركزه وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وطلب في هذا الحال ماء فقال له الشمر لا تذوقه حتى تلد النار. وناداه رجل يا حسين الا ترى الفرات فانه كانه بطون حيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين صلوات الله عليه اللهم امته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه وما زال كذلك حتى مات عطشا. ورماه ابو الخدوم في الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه. فقال صلوات الله عليه اللهم انك ترى ما لفيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وصاح بصوت عال يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عذرته. اما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم اياه. وايم الله اني لارجو ان يكرمني الله بالشهاده ثم ينتقمني منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمه؟ قال يلقي باسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه فاخذ الثوب ليمسح الدم. فرماه اخر بسهم معدد له ثلاث شعر وقع في قلبه. مات يا ابن الله
المرض يا حسين متى يا وحد قلبك المنه ثلث متى يا ملك بقلوبنا منصوب متى يا من ذكرك يا شهيد الغاضرية شال حسين ثوبه يمسح الدايب ننزح من مثلث ناجح بسام مقلبه وقع ما وخر وجده هو واظلم هو والسم احمر ولما ضعف صلوات الله عليه صلوات الله ولما ضعف صلوات الله عليه عن القتال وقف يستريح فرماه رجل بحجل على جبهته فزاد الدم على وجهه فاخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه فرماه اخر بسهم محدد له ثلاث شعر وقع في قلبه فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه للسماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي ابن بنت نبي غيره غيري ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال أهون وقال أهون ما نزل وقال أهون علي ما نزل بي أنه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى أبقى الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مخضب بدمي فوافى بضاحية الأجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون وقفت له الأفلاك حين هويه وتبدلت حركاتها بسكون وبها نعاه الروح يهتف منشدا عن قلب والهة عن قلب والهة بصوت حزين وأعياه نزف الدم فجلس على الأرض يلوه برقبته فانتهى إليه في هذا الحال مالك النصر فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه وكان عليه برنس فامتلأت برنس دما فقال الحسين صلوات الله عليه لا كذب بيمينك ولا شركت بها وحشرك الله مع الظالمين ثم ألقى البرنس واعتم على القلم سوى قال أنا ابن ثبيت الحضرمي إني لواقف عشرة لما صرع الحسين إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه السلام عليه أزار وقميص وفي أذنيه درتان وبيديه عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يلتفت يمينا وشمالا فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله وكان ذلك الغلام هو محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب وكانت أمه تنظر إليه وهي مدوشة ثم إنهم لبثوا هنياه وعادوا للحسين عليه السلام وأحاطوا به وهو مطروح على الأرض لا يستطيع النمو فنظر عبد الله بن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحوه وأراد زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى الحسين عليه السلام
فجلس عنده وهو بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام يا ابن الخبيث أتضرب عمي؟ فضربه واتقاه الغلام بيده فأطناه إلى الجل، فإذا هي معلقة، فصاح الغلام يا عماه، ووقع في حجر الحسين عليه السلام وضمه إليه وقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يديه قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترق الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ورمى الغلام حرمة حرملة بن سائل بن كاهل ورمى الغلام حرمة حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه، وبقي الحسين صلوات الله عليه مطروحا مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام. تحسين لغيد الأمر كان بنيت على جبرك بآية الأحزان، وبجيب مناح عليك والحان يتالي علي بك الدار خان، شاعتذر عندك مالي الزايان، فزعنا لك من الخيم نسوان، واصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء من امرانا، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب الوانا، فما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانا، تريب المحيا تظن السماء بان على الارض كيوانا، غريبا وغريب الديار وابا عبد الله رجع صيحه وحسينا، غريبا هرايا غريب الطفوف توسد خديك كثبانا، وقتلك صبرا بعيد ابوك ثنا وكسر اوثانا، واسفاه حملوه عليه من كل جانب اتاه اليه، قد ضربوا عاتقه المطهره بضربه كبه لها على الثرى، فصاح الشبر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد اثخنته السهام والرماح؟ احمله عليه. فضربه زرعة بن شريك على كتفه الايسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه اخر على عاتقه، وطعنه سنان بن انس في ترقوته، ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، فاستقى في هذا الحال ماء فأبوا أن يسقوه، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها، فقال عليه السلام: ألا أرد الحامية، وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وفعلتم به. فغضبوا بأجمعهم كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال: صبرا على قضائك يا رب،
لا إله سواك يا غياث المستغيثين، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لهن فاد له، يا دائما لهن فاد له، يا دائما لهن فاد له. قريب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة حسن البلاء، قريب إذا دعيت محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك يا غياث المستغيثين. ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائما له نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وانت خير الحاكمين. واقبل الفرس يدور حوله ويطف ناصيته بدمه، فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع، فلما امن الطلب اقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصعد صهيلا عاليا. قال الامام ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه كان يقول: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل، فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وللوجوه سافرات، وللعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرع الحسين عليه السلام مبادرات، فواحدة تحنو عليه تغمه، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبي، وأخرى لما قد نالا ليس تعقل. أكفانها خاطها الكثيب، وصار جسم الحسين مرعى يرعى به الرمح والقضيب، جواده جاء وهو ينعى محمحما يندب الغيب، محمد
ونادت أم كلثوم وا محمدا وا أبكا وا عليا وا جعفرا وا حمزتا، هذا حسين بالعرى صريع بكربلا، ورعت زينب ابنة أمير المؤمنين نحو الميدان وهي تشق طريقها إلى مصرعي وتنادي: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، وانتهت على نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه فصاحت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته، فقالت: ويحكم، أفما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا إليه واريحوه. فبدر إليه شبر فرفسه برجله وجلس على سرجه وقبض على شلته الكريمة وضربه بالسيف 12 ضربة، واحتز رأسه المقدس، ومر يجر ومر يحز النحر غير مراقب، من الله لا يخشى ولا يتوجل، وما ما هو سيدا، لحظ الله من نادى وسيدا وسيدا، كربلا لا زدت كربا وبلا، ما تقي عنك يا آل المصطفى، واصليا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، غسلوه من الطعن وما كفنوه غير موقع الثرى، قتلوه بعد علم من ربوه انه خامس اصحاب الكساء. حسينا وإماما يا سلام تاج حسين، قل لي وين لباسه؟ عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظمى. ورد عن أئمتنا صلوات الله عليهم أنه لما سقط الحسين عليه السلام وابتدروا لقطع رأسه، صاح مناد من أمن أعلام من مقمان العرش: أيتها الأمة الضالة المتحيرة بعد نبيها، لا وفقتم لفطر ولا أضحى. يقول الإمام صلوات الله عليه: فلا والله لا يوفقون حتى يظهر إمام آل محمد، قائم آل محمد، فيطلب لثأره. فنحن فعلا هذه المصيبة العظمى مصيبة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته أجمعين، إلا أن المعزى الأكبر في هذه المصيبة إمامنا الحجة عجل الله فرجه، فنحن نتوجه بتعازينا إليه ونسأله أن يرعانا بعين رعايته، وأن ينظر إلينا برحمته، ويدعو لنا بالتوفيق والتسديد وقبول الأعمال. وقد ورد عن أئمتنا صلوات الله عليهم أن من يدعو لكم في السماء أكثر ممن يدعو لكم في الأرض، فالحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهم والمنضمين تحت لوائهم والمهتدين بهديهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وعلينا أن نؤدي شكر هذه النعمة بالتوجه إلى الله تعالى في أن يوفقنا إلى أن نقوم بحقه ونؤدي شكره، ونسير بسيرة أئمتنا صلوات الله عليهم، ويتخلق بأخلاقهم. وعظم الله أجوركم جميعا أيها المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا